يقول: ما معنى أو ما حكم الشرع في من يفسر قوله تعالى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أنه أي استولى، وكيف نرد عليهم؟ هذا تفسير باطل. تفسير استوى باستولى تفسير باطل، بل استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، هذا تفسير أهل العلم والسلف الصالح، على وارتفع على العرش. أما استولى، الله مستول على العرش وعلى غيره، كله ملك الله. وش ميزة العرش أنه استولى على العرش؟ استولى على العرش وعلى السماء وعلى الأرض وعلى المخلوقات كلها، الله مستول عليها. هذا ضلال التفسير، هذا تفسير باطل. نعم.